مرحبا، هذا فيديو تعريفي عن فيلم آفرين القصير اللي مقدمينه للمنحة حتى نحصل على منحة مؤسسة الشارقة للفنون. قصة آفرين هي بتحكي عن فتاة مع أهلها في سوريا عايشين، حابين يهربوا من الحرب بحثا عن حياة جديدة، وهي الحياة ممكن يلاقوها ببلد تاني مثل تركيا أو بلد أوروبي حتى يتسنى للطفلة إنها تروح على المدرسة. المشكلة ما حصلنا نصور فيديو تعريفي كامل عن العمل لأنه العمل صورنا فيه 10% بعدين وقفنا بسبب نقص التمويل، لكن الفيلم هو بيعرض مشكلة كتير مهمة، هي مشكلة الحدود اللي نحن كتير الأوقات بنلاقي الناس بتلاقي صعوبة في عبور الحدود، تتعرض للقتل من حتى من الجيران. الحدود اللي بتفصل البلدان عن بعض، الإنسانية أحيانا تنفقد من الحدود، الناس اللي كتير عم تتعرض للقتل. حبيت انه بهذا الفيلم ركز على مسألة انه بسوريا كتير كان بالإعلام انه بيركز انه الحدود السورية التركية كانت مفتوحة، بس بالفترة الأخيرة تعرضوا ناس كتيرين حاولوا يهربوا من حرب السورية على الحدود التركية وتعرضوا للقتل، بس الإعلام دائما غفل عن عرض هذه المشكلة. فأنا حبيت أنه سلط الضوء على هاي الحدود اللي ما حدا سلط الضوء عليها. مشكلة اللجوء والهجرة من أهم المشاكل. اثنين، المشكلة الثانية هي ترسبات هاي الحرب، يعني ترسبات هاي الحرب خاصة مع بدايتها، الخلافات، تفكك العائلة، تفكك الأسر، الأحلام الضائعة. يعني هاي الطفلة آفرين مثلا ما بتحسن تروح على المدرسة، اختلاف حتى يعني المدارس أغلقت، المعلمين هربوا، المعيشة أصبحت ضنك، فهي الأمور كلها أثرت في حياة الناس. وآفرين هي طفلة من مجموعة هاي الأطفال اللي حابة تروح على المدرسة، إنه تأخذها أمها تجيبها، حلم بسيط، لكن هي مشكلة دول في النهاية تتحول. يعني الحدود اللي بتفصل بينها وبين هذا الحلم كانت تركيا، وهي الحدود إذا عبرتها في حدود أخرى، هي لازم تعبر من تركيا لأوروبا حتى تحصل على هذا الحلم إنه تروح على المدرسة وأهلها يجيبوها منها وتعيش حياة سعيدة، حياة أسرية. هذا العمل لآفرين ما له أي توجه سياسي، هو عبارة عن مشكلة الحدود، الهجرة واللجوء، تفكك الأسر، الأحلام الضائعة، الحب اللي انفقد، الخيانات داخل الأسر. فحبيت أعرض هاي الفكرة وبتمنى تكون مناسبة لمهرجانكم، مهرجان الشارقة أو مؤسسة الشارقة للفنون. شكراً.